بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للموضوعات التي بدأناها في المدخل النفسي لدراسة الأزمات، بنتكلم النهاردة عن سلوكيات المواطنة التنظيمية من حيث مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية وخصائصها وأبعادها والغرض الكامن وراء ممارسة سلوكيات المواطنة والعوامل المؤثرة على ممارسة سلوكيات المواطنة والدور المحوري لسلوكيات المواطنة التنظيمية. تحتاج منظمات الأعمال اليوم في ظل الظروف المعقدة والتنافس الدولي إلى تضافر جهود جميع العاملين بها وسعي نحو المزيد من العمل والعطاء بما يفوق أداء الواجبات والمسؤوليات الرسمية للوظيفة. ومن ثم فإن الفرد بما يتبناه من اتجاهات وقيم وبما يملكه من دوافع ويمارسه من سلوكيات له دور هام في رفع كفاءة وفعالية المنظمة التي يعمل بها. فإذا كانت ممارسة الفرد لسلوكيات الدور الأساسي تسهم مباشرة في رفع كفاءة وفعالية المنظمة التي يعمل بها، فإن ممارسة الفرد لسلوكيات الدور الإضافي أو سلوكيات المواطنة التنظيمية تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق التميز والأداء الفعال للمنظمة. أولا، مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية. مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية من المفاهيم الإدارية الحديثة، ويمكن تعريف سلوكيات المواطنة بأنها سلوكيات مرتبطة بالعمل، وهي سلوكيات اختيارية أي متروكة لحكم وتقدير الفرد في أن يمارسها أو يمتنع عنها، ولا ترتبط هذه السلوكيات بشكل صريح أو مباشر بالوصف الوظيفي أو بنظام المكافآت الرسمية، وهذه السلوكيات في مجملها تقوي أو تدعم الأداء الفعال للمنظمة. تعالوا من خلال التعريف السابق نتعرف على خصائص سلوكيات المواطنة التنظيمية. نمرة 1، سلوكيات اختيارية لا يتضمنها الوصف الوظيفي الرسمي. 2، سلوكيات تشتمل على نوعين من السلوكيات، هما ألف الإسهامات الإيجابية التي يمارسها الفرد طوعية مثل مساعدة الفرد لزملائه الآخرين، تقديم الاقتراحات الخلاقة لتحسين وتطوير الأداء، عدم إضاعة وقت العمل. ب، السلوكيات التي يمتنع الفرد عن ممارستها طوعية حتى لو كان من حقه ممارستها، وتلك السلوكيات سميت بجودة الامتناع. من أمثلتها تصيد الأخطاء في أعمال الآخرين، عدم تحمل المشاحنات البسيطة في مكان العمل، التعبير عن الأشياء بشأن أوضاع العمل بشكل سيء. لا يجلب هذا السلوك أي فائدة أو مصلحة مباشرة ورسمية للفرد على المدى القصير، ولكن يتوقع الفرد أن تؤخذ هذه السلوكيات في الاعتبار عند ظهور فرص تنافسية أو تمييزية، أي أن هذه السلوكيات تحقق لممارسها أفضلية وميزة تنافسية على المدى الطويل. تحرص المنظمات على تشجيع انخراط العاملين في هذه السلوكيات لكونها سلوكيات تطوعية. سلوكيات المواطنة التنظيمية تتصف بكونها ذات طبيعة متعددة الأبعاد. نمرة 8، أن سلوكيات المواطنة التنظيمية هي مجموعة من الأفعال وليست فعلاً واحداً، وتختلف هذه الأفعال من منظمة لأخرى ومن مجتمع إلى آخر وفقاً لطبيعة وشكل اللوائح والثقافات المحددة لما هو رسمي في العمل وما هو تطوعي إضافي. لو تكلمنا عن أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية هنجد أن هناك نموذجين لقياس مدى سلوكيات المواطنة التنظيمية في العمل. النموذج الأول بيضم 5 أبعاد أساسية. البعد الأول الإيثار، ويقصد به تفضيل الفرد الآخرين عن نفسه، فهو سلوك ذاتي لمساعدة الزملاء في مهام عملهم مثل تدريب وتوجيه الآخرين والبحث عن الأفراد المحتاجين للمساعدة ومحاولة حماية الآخرين. البعد الثاني الكياسة، أي التعرف على آراء الآخرين قبل اتخاذ القرارات أو ممارسة الأفعال المؤثرة في أعمالهم، أو على الأقل إخبار الآخرين مسبقاً قبل اتخاذ القرارات أو ممارسة تلك الأفعال، بما يؤدي إلى الحفاظ على معنويات مجموعة العاملين المشاركين في نفس العمل عند مستوى مرتفع، مما يمكنه من تقديم الإسهامات البناءة بدلاً من الجدال أو النزاع الشخصي. 3، السلوك الحضاري، يعني المشاركة البناءة في إدارة أمور المنظمة والاهتمام بمصيرها والمحافظة على سمعتها وتقديم مقترحات لتحسين الأداء والإنتاجية والتدريب الذاتي على تحمل مسؤوليات إضافية.
البعد الرابع الإنجاز وفقاً للضمير، أي وعي الضمير. بيعكس هذا البعد الجانب الشخصي من سلوك المواطنة التنظيمية، والذي لا يتضمن تعاملات مع الآخرين بشكل أساسي، وإنما يتضمن السلوك الوظيفي الذي يتجاوز الحد الأدنى المطلوب رسميا من المنظمة فيما يتعلق بالحضور والانصراف، احترام اللوائح والقوانين، الدقة والعمل بجدية، الحفاظ على موارد وممتلكات المنظمة. البعد الخامس الروح الرياضية. يقصد بهذا البعد قدرة الفرد على أن يتحمل وبصدر رحب أوضاع العمل السيئة البسيطة ومصادر الأذى والإزعاج والقلق التي تعتبر نتيجة حتمية للاعتماد المتبادل. فكلما كان العاملون قادرين على تحمل شحنات دون شكوى أو تظلم أو استغاثة أو توجيه اللوم أو الاتهام، انخفض العبء الذي يتحمله القائمون على إدارة المنظمة. النموذج الثاني ده بيتناول بعدين لسلوكيات المواطنة التنظيمية، أو بمعنى آخر إنه ضم الخمس أبعاد دول في بعدين أساسيين: سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تفيد العاملين، وسلوكيات المواطنة التنظيمية التي تفيد المنظمة ككل. فعندنا بالنسبة لسلوكيات المواطنة التنظيمية التي تفيد المنظمة ككل، بتعبر عن السلوكيات التي يقوم بها الفرد بهدف إفادة المنظمة ككل، ولا تكون موجهة لفرد معين، المنظمة كوحدة، زي تقديم الاقتراحات البناءة التي تفيد في تطوير الأداء، والتحدث بصورة إيجابية عن المنظمة أمام الغير، وقبول التغييرات بصدر رحب، وعدم التغيب عن العمل إلا الضرورة القصوى. البعد الثاني سلوكيات المواطنة التنظيمية التي تفيد أفراد معينين، تعبر عن السلوكيات التي يقوم بها الفرد بهدف مساعدة فرد أو أفراد آخرين، وهي موجهة للفرد وليس المنظمة كوحدة، مثل مساعدة زملاء العمل الذين كانوا غائبين في إنجاز أعمالهم المتأخرة، ومساعدة زملاء العمل عندما يزيد عبء العمل عليهم، ومساعدة رؤسائهم في العمل حتى ولو لم يطلب منهم ذلك. لو كلمنا عن الغرض الكامن أو الدافع وراء ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية، احنا عارفين ان اي سلوك بيقوم به الفرد بيكون وراء دافع او غرض معين. فايه هو الغرض الكامن وراء ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية؟ واحنا خصوصا احنا عرفنا انها سلوكيات تطوعية لا توجد في الوصف الوظيفي. فعلماء النفس والمحللين السلوكيين قالوا لنا ان في اتجاهين لتفسير الغرض الدافع للغرض الكامن وراء ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية. الاتجاه الأول الدافع الأناني للسلوكيات الاجتماعية المدعمة اللي سلوكيات المواطنة التنظيمية جزء منها. فقامت النظرية السلوكية ونظرية التحليل النفسي على افتراض إن أي تصرف يفعله الإنسان بما في ذلك السلوك الاجتماعي المدعم بيكون هدفه النهائي هو تحقيق مصلحة شخصية لذلك الإنسان. وبناء على ذلك فإنه عندما تمارس أي سلوكيات يكون من شأنها مساعدة شخص آخر أو جماعة أخرى أو المجتمع ككل، فإننا نفعل ذلك ببساطة كأداة أساسية للحصول على مكاسب شخصية. وهذه المكافآت قد تكون واضحة مثل المكافآت المادية أو المدح، كما أن هذه المكافآت قد تكون أقل وضوحا مثل الهروب من النقد. الاتجاه الثاني بيفسروا الدافع لأنه الدافع الإثاري أو الغيري للسلوكيات الاجتماعية المدعمة والسلوكيات المواطنة التنظيمية جزء منها. بيتمثل الاتجاه في الفكر الغربي في أنه في بعض الحالات بيكون الإنسان قادر على أن يتصرف بناء على دوافع غير أنانية أو دوافع غيرية، وهذه القدرة تندرج تحت مصطلح الخيرية أو نزعة الإنسان إلى فعل الخير. فبعض أنماط السلوك الاجتماعية المدعمة تمثل تعبيرا عن الرغبة الإيثارية وغير الأنانية في الحياة لأجل الآخرين. وبناء على ما سبق من الممكن من غير الممكن ان احنا نسلم وجود دافع واحد يكمن وراء ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية في جميع الحالات. وبعبارة اخرى لا نستطيع ان نفترض دائما صحة احدى وجهتي النظر وعدم صحة الاخرى. فاحد الافراد قد يمارس سلوكيات المواطنة التنظيمية سواء التي تفيد المنظمة ككل او افراد معينين بدافع اناني مثل الحصول على ثناء وشكر المنظمة أو زملاء العمل أو المشرف المباشر، وذلك على الرغم من عدم حصوله على مكافأة مادية كشرط أساسي لسلوكيات المواطنة التنظيمية، في حين أن فرد آخر قد يمارس تلك السلوكيات بدافع إيثاري مثل تحقيق مصلحة المنظمة أو زملاء العمل أو المشرف المباشر، وذلك دون النظر إلى مصلحته الذاتية.
خامساً، العام مؤثر على ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية. عندنا 3 عوامل بتؤثر على مدى ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية. أول عامل هو الرضا الوظيفي. يمكن النظر إلى الرضا الوظيفي من جانبين، جانب عام وده بيستند إلى منظور عاطفي لمكونات أي مسببات الرضا الوظيفي، ويفترض أنصار هذا الاتجاه وجود تطابق أو انسجام بين تقييم الفرد لسمات وظيفته وبين مشاعر الفرد، على اعتبار أن الرضا الوظيفي حالة عاطفية إيجابية أو سارة تنتج عن تقييم الفرد لوظيفته أو الخبرات الوظيفية. الجانب الخاص يستند إلى منظور إدراكي لمكونات الرضا الوظيفي، ويقوم على أساس أن الرضا بينتج عن التوقعات، فالشخص بيكون راضي للدرجة التي تكون عندها النتائج أو الظروف قريبة من توقعاته. وبعبارة أخرى، إن الفرد بيقارن أو يوازن بين ما يحصل عليه في مقابل ما يعطيه للعمل، وهو ما يطلق عليه عمليات المقارنة الاجتماعية. هنا بيثور التساؤل التالي: هل تأثير الرضا الوظيفي في سلوكيات المواطنة التنظيمية بيعكس تأثير العاطفة في تلك السلوكيات، أم إنه بيعكس تأثير الإدراك في تلك السلوكيات؟ فالإجابة طبعا إن تأثير الرضا الوظيفي في سلوكيات المواطنة التنظيمية القائمة على الإدراك سوف يكون قويا، لأن الإدراك هو المكون الأساسي في مقاييس الرضا الوظيفي. السبب الثاني إن سلوكيات المواطنة التنظيمية سلوكيات متأنية ويتم التحكم فيها من جانب الفرد الذي يمارسها، وهذا ما أكدته الدراسات. العامل الثاني اللي بيؤثر في مدى ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية هو الانتماء التنظيمي. بيعرف الانتماء التنظيمي على إنه السلوك المقبول اجتماعيا من جانب الفرد، والذي يفوق السلوك التنظيمي المتوقع من الفرد. ومن ثم فإن مفهوم الانتماء التنظيمي بيشير إلى نوعية العلاقة بين المنظمة والفرد، ويشتمل على 3 أبعاد: أولا، قبول كبير لأهداف وقيم المنظمة. ثانيا، الرغبة في بذل مجهود كبير من أجل المنظمة. ثالثا، رغبة كبيرة في الاستمرار في العمل بالمنظمة. وبالتالي فإن الانتماء التنظيمي يعبر عن استثمار متبادل بين الفرد والمنظمة باستمرار العلاقة التعاقدية. بيترتب عليه أن يسلك الفرد سلوكا يفوق السلوك الرسمي المتوقع منه والمرغوب فيه من جانب المنظمة، ورغبة الفرد في بذل الغالي والنفيس من أجل الإسهام في نجاح واستمرارية المنظمة. ونظرا لأن سلوكيات المواطنة التنظيمية هي بطبيعتها سلوكيات تطوعية يمارسها الفرد دون توقع مباشر للحصول على مكافآت، فإن الانتماء التنظيمي هو أحد المتغيرات الاتجاهية المرشحة للتنبؤ بسلوكيات المواطنة التنظيمية. العامل الثالث النمط القيادي، وهناخد نموذج القيادة التحويلية أو القائد التحويلي أو الكاريزمي. بنعرف في البداية الكاريزما هي كلمة يونانية تعني الموهبة أو الجاذبية، والقائد التحويلي هو قائد جذاب له حضور قوي وجاذبية مؤثرة، يسعى لتحويل مرؤوسيه إدارته أو منظمته من وضع إلى وضع أفضل، وهو يطور رؤية أو رؤى جديدة ويحفز التابعين ليعملوا على تحقيقها، وهو بيعتمد في ذلك على مزيج من جاذبيته الشخصية وقدرته على إلهام الآخرين واستثاراتهم عقليا وعاطفيا. يحب الآخرون لشخص وذاته حتى قبل أن يتقبلوا رسالته أو رؤيته المستقبلية. وبناء على ذلك فإن ممارسة القائد الكاريزمي أو التحويلي لسلوكيات المواطنة التنظيمية من خلال قيامه بتغيير ظروف العمل الحالية للوصول إلى أفضل ظروف، بجانب تحمله للمخاطر الشخصية في سبيل تحقيق رؤيته، سوف يصاحبها ممارسة المرؤوسين لسلوكيات المواطنة التنظيمية، وذلك لسببين: إعجاب المرؤوسين الشديد بقائدهم ورغباتهم في محاكاة سلوكياتهم من أجل كسب الرضا عنهم. السبب الثاني: تبني المرؤوسون لقيم قائدهم كمعايير مرشدة لهم، وهذه القيم تحثهم على ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية. دول 3 عوامل لممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية. سادسا، الدور المحوري لسلوكيات المواطنة التنظيمية. أولا، بالنسبة للمنظمة ككل، يمكن حصر مجموعة النتائج التي تظهر مدى تأثير سلوكيات المواطنة التنظيمية على الفعالية التنظيمية فيما يلي. أولا، تؤثر سلوكيات المواطنة التنظيمية على بعد المرونة، أو بمعنى آخر على درجة استجابة العاملين للعوامل الخارجية والتي يمكن التحكم فيها من جانب المنظمة، مثل المناخ الاقتصادي والظروف الاقتصادية. فالمنظمات اليوم تواجه العديد من الظروف، مثل ظروف عدم التأكد
وظروف المخاطرة التي يجب أن تستوعبها وتتعامل معها، ويجب على العاملين التكيف معها. أيضاً بتؤثر سلوكيات المواطنة التنظيمية على عنصر الوقت، فهي تعمل على توفير الوقت والجهد بالنسبة لعملية التدريب، حيث أن ممارسة الأفراد لمثل هذه السلوكيات تؤدي إلى التدريب الذاتي من جانب الفرد لتحمل أعباء إضافية في العمل، كما أنها تجعل العاملين ذوي الخبرة يقومون بتدريب العاملين الجدد. بترفع سلوكيات المواطنة من مستوى أداء فرق العمل وتقلل من الصراعات والمشكلات بين العاملين، حيث أن ممارسة الأفراد لهذه السلوكيات ستجعلهم يشعرون بالمساواة، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل إيجابي على فعالية الجماعة. تؤدي سلوكيات المواطنة التنظيمية لزيادة الموارد المتاحة وتقليل الحاجة إلى الأساليب الرقابية الأكثر رسمية وتكلفة. لو كلمنا عن دور سلوكيات المواطنة التنظيمية، في عملية تقييم أداء، وهنا يحضرنا التساؤل عن مدى ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية ودورها في التأثير على عملية تقييم الأداء. فنجد أن ليها تأثير ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية في عملية تقييم أداء، ليها تأثير من الناحية العملية وليست النظرية، لأنها لا تدخل في الوصف الوظيفي كما ذكرنا، وذلك لعدة أسباب. أولاً، أن ممارسة الفرد لسلوكيات المواطنة التنظيمية يمكن أن يحدث تأثيرات إيجابية جوهرية بالنسبة لمديره، بالتالي فإنه من المحتمل أن يقوم المدير برد الجميل للمرؤوس من خلال إعطائه تقدير شخصي مرتفع لأدائه الوظيفي طبقاً لقاعدة التبادل الاجتماعي. نمرة 2، أن المديرين لديهم ميل طبيعي لوضع الأشياء أو الأفراد في فصائل، وعليه فإن العامل الجيد يختلف عن العامل السيء من زاوية مستويات الأداء الموضوعة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في اعتقاد العديد من المديرين أن العامل الجيد يختلف عن العامل السيء من منظور سلوكيات المواطنة التنظيمية، بمعنى أن المديرين يتوقعون أن العامل الجيد لا يكتفي بالأداء عند المستويات الموضوعة، إنما يمارس سلوكيات دور إضافي أيضا. ومن ثم فكلما زادت ممارسة الفرد لسلوكيات المواطنة التنظيمية، زاد احتمال أن يصفه المدير بأنه عامل جيد، وهو ما سوف ينعكس بالضرورة على التقييم الشخصي للمدير لأداء هذا العامل. السبب الثالث، أن قرارات تقييم الأداء تتطلب أحكاماً نسبية، وهو ما يستدعي ضرورة البحث عن المعلومات التي تفيد تميز الفرد. وحيث أن سلوكيات المواطنة التنظيمية اختيارية، فإن المدير يمكن أن ينظر إليها على أنها معلومات تفيد تميز الفرد، وهو ما ينفع المدير في استخدامها عند إجراء عملية تقييم الأداء. وكده بنكون كلمنا عن دور سلوكيات المواطنة التنظيمية بالنسبة للمنظمة ككل، وبالنسبة للتعامل مع الأزمة، وبالنسبة لعملية تقييم أداء الفرد.